هو ما يجوز، احنا ليس بحثنا عن يجوز او لا يجوز، عرفنا انه ما يجوز، لكن بحثنا يصح الوضوء او لا يصح. معلش الان في المسألة فرق بين يجوز ان تتوضأ بابريق فيه ماء، ابريق من فضة او ذهب فيه ماء توضأ فيجوز او لا يجوز، هذا شيء، يصح الوضوء او لا يصح هذا شيء اخر. هذا قاعد نسأل عنه، طلاع السيب الذهب اقتناؤه، إن نفس المسألة القائمة لا يجوز. هم رخصوا إذا كانت آلة حرب، هذا للزنا. نعم، إذا كان الأكل والشرب أي محوج، الأكل والشرب ولا السيب الزنا؟ عرفت، قلنا الكلام ما كان هذا خص حاجة الإنسان، الأكل والشرب، مع ذلك نهى اتخاذ الآنية من ذهب وفضة. نعم.